بكم إلى نشرة أحوال الطقس. عودة الاستقرار الجوي على المناطق الشمالية وحتى بالمدن الجنوبية مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة هذا الخميس بإذن الله. سحب عابرة لكن بدون فعالية على السواحل الوسطى إلى المناطق الشرقية حتى بمرتفع تلوغار والتصلي ومناطق أقصى الجنوب خلال الظهيرة بإذن الله. ظاهرة هذا الخميس عموما نفس الوضعية الجوية، أجواء مستقرة صافية حارة نوعا ما على السواحل خاصة الوسطى والشرقية، أجواء مستقرة تماما إلى مغشات جزئيا بالمدن الجنوبية. درجات الحرارة المسجلة خلال صبيحة هذا الخميس بإذن الله ستصل إلى 21 درجة بالعاصمة على بومردا سيبازا على البليدة على وهران أيضا مستغان ومنطقة بني صف 20 درجة بعنابة على الطرف القالة وسكيك ده 15 درجة بالجلفة 17 على قسنطينة سطيف برج بوريريش 22 درجة بوسط الصحراء بعين صالح حتى بمنطقة أضرار 27 درجة بتندوف مسجل 24 بتمنراس و 29 درجة بعين جزام وبرج باجي مختار. بما يخص درجات الحرارة المسجلة خلال هذه الظهيرة بإذن الله وظهيرة يوم الغد تصل إلى 33 درجة بالجزائر العاصمة على تيبازا على البليدة أيضا 31 درجة على تقريبا كل المناطق الشرقية عنابة قسنطينة سكيكدا على سطيف لبرج بوريريج أيضا وسوق هراس مسجل 30 درجة بوهران مستغانم 31 درجة على تلمسان تيارت البيض على نعامة سيدي بالعباس معسكر 36 درجة على بشار 38 على تندوف 41 بأدرار وعين صالح مسجل 37 درجة بإليزي وجانيت و43 درجة على منطقة عين قسام. بالنسبة لحالة البحر سيبقى البحر مستقر بحر هادئ رياح ضعيفة سرعتها لن تتعدى 15 و20 كيلومتر في ساعة غربية تماما على طول الشريط الساحلي. المعلومات الفلكية وقت شروق غروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها لهذا الخميس 26 من شهر سبتمبر 2024. نشكركم على المتابعة إلى اللقاء.